عندنا تكون من منطقة الرب ومنطقة السنغال. بالنسبة للخوض الانتخابات هناك في الفرد 76 واحد. في طبعا في ناس من طيار إسلامي مستتر نزل تحت اسم مستقل، ولكن هو مستقل بدعم من الطيارات الإسلامية. والحقيقة الناس فاهمة كده، هم بس اللي مش فاهمين إن الناس اللي مش فاهمة إن هو طيار إسلامي. حزب الوفد بتاريخه وبعرضته طبعا بيساعدني كتير جدا، مجرد ما انزل للناس واقول لهم ان انا وفدي، ولا يعني هم الناس عارفه ان انا وفدي. بلع تأييد جامد من الناس، لان الناس كلها عايزه حزب الوفد ومنتظره خير من الوفد ان شاء الله. واحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نكون عند حسن ظنهم بينا، وان شاء الله ربنا يوفقنا ويوفق حزبنا. بالنسبه لاهم ملامح البرنامج الانتخاب الحزبي، برنامج حزب الوفد، برنامج الانتخاب بتاعي هو برنامج الوفد، لان انا لازم امثل حزب. وبرنامج حزب الوفد بينشر في الجريده يوميا، موجود على صفحات الجريده في الصفحه الاخيره على الشمال. شكرا جزيلا.